في الحقيقة هي ساهمت عديد الدورات في جل مناطق الجمهورية من الأوقات السابقة، إلا أنه ديما يكون طلب العرض أكثر من الطلب. نقطة استفهام كبيرة خاطر تصير دورات على مستوى جهات الجمهورية ويصير الاختبارات وتنجح عباد، إلا أنه عند يكون فما استحقاقات أو معناها حاجيات للسواق نلقاو فما نقص فادح على المستوى هذا. هذه نقطة استفهام، علاش فما ناس معناها تدخل الاختبارات هذه تعدي وتنجح وتاخذ شهادة الكفاءة المهنية نتاعها، لكن ما تدخلش بصفة فعلية لمزاولة المهنة. لهنا تلقى روحها المهنة مطالبة بتقديم مطالب في الغرض الولايات المعنية بالأمر لمنها الدخول في دورات جديدة، رغم اللي كانت تلقى حتى على مستوى الشخص أو أي ولاية أخرى لو كانت ترجع للعدد معناها المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية تقام بالألاف، لكن على أرض الواقع معناها ما همش موجودين، وبالتالي أغلبية الغرف الجهوية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة تكون معناها ملزمة بتوجيه طلب السادة الولايات بضرورة فتح دورات في الغرب. اليوم موجود كما نعرف أنا حتى في السواق موجود طلب رسمي للقيام بدورة. الاشكال يمكن اللي صاير حتى على مستوى تونس الكبرى، احنا من قبل ما تبدا معناها موضوع الكوفيد عافانا عافاكم الله، صار معناها مكاتبه رسميه من الغرفه النقابيه الوطنيه للساده ولايه تونس الكبرى بضروره فتح دورات في الغرب، الا انه تقلنا في مشكله الكوفيد، وتعرف اللي فما قانون هو حتى كي باش تعلن على الدورات لابد من احترام الاجال القانونيه، ويلزم تخرج في معناها في اجال ما اقلش من شهرين، ويتم اعلانها في زوج جرائد يوميه اقل تقدير. ولقاو معناها فما اشكال يكون الساده الولايات هذا اللي معناها بلغنا منهم، يقول لك اذا باش نفتح دوره اليوم واليوم مازالت الامور الصحيه في البلاد ماهيش واضحه وضحت المعالم، دونك باش فما امكانيه كبيره لتاجيل الموضوع، واذا يتاجل كما قلت لك يلزم احترام الاجال القانونيه باش نرجعوا من الاول جديد، معناها اعلام في الجرائد، ويلزم نحترموا الشهرين على باب غلق معناها قبول المطالب.